خد السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. هذا دابا احنا كنتواجدوا في واحد الشلال اخر هنايا في مدينه انطاليا في تركيا. ودابا هنايا كما كتشوفوا كاين المحلات هنايا، كيكونوا بحال هاد المحلات بزاف في الاماكن السياحيه، مشروبات. غادي نحاولوا دابا ننزلوا لتحت باش نوريكم الشلال كيفاش داير. دابا راه حنا كنشوفوا في الشلال من الفوق، بصح نقدروا نهبطوا لتحت. لتحت كاينه واحد المغاره ان شاء الله دابا واحد شويه غادي نمشيو لها. دابا راه حنا هاودي لتحت، راه كنصبط الشتا هنايا، داكشي راه شويه مرونه الورق ديال الشجر. هذيك البلاصه اللي كتشوفوا فيها الفوق هي واحد المغاره اللي جايه تحت من الشلال، واحد شويه ان شاء الله غادي ندخلوا لها. واحد العام كنا هنايا انا والولاد والمدام زلقت لنا هنايا، قلنا صافي نعيطوا لامبيلانس. ساعة سلكت الحمد لله. هذه دابا بحال هاد البلاص الناس كانوا عايشين فيها بكري. واه سيدي، إلا كانوا عايشين هنا عندهم واحد المنظر زين. هنا كتشوف على الشلال وموراها كتكمل الطريق. هاد الشيء واش الناس كانت حفراتو قبل ولا هكا من عند ربي طبيعة وصافي؟ دابا الماء راه كيفوت فوقنا. غادي نوصلوا دابا واحد شويه هنا لقدام، ها بحال هادي انا نقدر نشوف هكا لاحظ نقول بحال ولو كانت بيت بحال هكا، ولا خاصها غير الحجاب هنايا. واخا واحد البلاصه راه الا عقلت عليها الماء كينزل فيها. ها هي هنايا الماء راه كينقط من الفوق بزاف. صافي الخوت دابا وصلنا للتالي نتاع هاد المغارة. هادي الشلال اللي شفتو معايا تما فين كيكب الماء. انا بعدا ما كرهتش نسكن هنايا، خاصني غير الفراش وكراسة التلفازة والتليفون ياك. ها ما نساوش التليفون ياك. كما كتشوفوا معانا داك الماء اللي كيصب في الشلال كيجي لهاد البلاصه هادي عاوتاني، واحد المنظر عاوتاني حتى هو زوين ما شاء الله. هذا كما كنقولوا باللغه العربيه خرير المياه. لا هذا زهير المياه. تحت كاين واحد الريستورا في الصيف كتكون عامره،
طلع ها. شوف لنا شوف لنا. وايو دابا رجعنا للبيت لقيناها نقيه شوف الديكور اللي داروا لنا هنايا هذا زعما تبارك الله عليهم راح تشوف على برا عاود الناس جالسه تحت تما مع مشروبات كاين هاديك الجهة ما عرف شنو هي هاد واش هادي بالطاعة ولا دابا ناكلها ولا ما عرفتش انايا دابا دابا بنادم ضرب عليها تمرة هكا ولا نجي نضيعها ما جاياش نخليها هكا خليها ولا غادي الناس غير في هاد الجهة نخليها هكا بنادم شحال هو يضرب عليها تمرة ونجي نضيعها مشكلة الله يلا الخوت كما كتعرفوا على هذه المدينه هذه انطاليا مدينه سياحيه وكما قلت لكم قبل كتستقبل اكثر من 11 مليون ديال السائح في العام راه واحد العدد اللي كبير بزاف بحال هذه المدن هذو كيكون فيهم بزاف بحال هذه المالات هذو اللي كتشوفوا فيه دابا حوانت الداخل وكاين عاوتاني حوانت على برا غير الفرق كيكون دوك اللي على برا كتقدر تشطر هنايا كيكون ثمن واحد ونحاول نوريكم هنايا كيفاش نصوركم شويه كيفاش دايره هادشي كيفاش مخدوم هنايا هادي بلاصه الماكله هنايا هل هنا هذا برجر برجر كين ولا الماكدونالد ولا المعروفة اللي كاين هنايا بلايص اللي معروفين كياكلو فيهم هنايا عندهم تا هما سميات بزاف كاينين في كل بلايص بحال بحال ماكدونالد ولا برجر كين الخوت كيما كتشوفوا معايا هذا التخفيض نتاع ماكدونالد شحال حاسبين جوج بخمسين ليرة